العالمين الجديدة هي فعلا حلم والله العظيم، أو كانت حلم بل هو فاق الخيال. ما كانش في تصورات حد فينا على الإطلاق إن إحنا يبقى في عندنا هذا النمط من المدن، سواء كانت العالمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة، يعني حديث طويل هيطول. بس قبل ما أخدك ونروح نتفرج شوية ونتكلم مع رامي زميلنا العزيز في العالمين كده ويورينا الجمال والطعامة والحلاوة في مدينة العالمين الجديدة والمستجدات اللي بدأت تحصل هناك ووقائع ما يجري، خليني الأول أخدك على فيديو كده مجمع للقاءات اللي عملتها زميلتي هدير أبو زيد وهي في العالمين الجديدة مع أبرز وأكبر الفنانين المتألقين والذين زادوا العالمين ألقا. بعد ما نشوف بقى المجموعة دي من اللقاءات واللي تمت في إطار مهرجان العالمين الجديدة 2023 العالم عالمين، نرجع بقى نكمل الكلام. بيتي ومطرحي. وانا دايما بيجي على العالمين وانا سعيد جدا اني شارك. تحكي حلوه كتير، حبيتها من قلبي، حبيت الاعمار اللي عم بيصير فيها. جاي على بلدي، جاي عند ناسي واهلي. العالمين عامه بتستقطب فئه كبيره جدا من الشعب المصري ومن خارج مصر. منطقة سياحية بامتياز، ناس من كل الجنسيات العربية موجودة. أنا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل، وأنا مبسوط إن أنا في مهرجان العالمين. دي حاجة بالنسبة لي كبيرة قوي 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 قوي، وكان نفسي فيها بصراحة من زمان. عدد الجمهور كبير جداً، وبعدين كلهم يعني ما وراهمش حاجه، خلاص احنا جايين الساحل بقى نقضي الفتره دي. اسم العالم عالمين ده حلو، حاجه تفرح. جميله طبعا. انا عايزه اشكر كل المنظمين خاصه المتحده على المكان الرائع ده وعلى مهرجان عالمين. عايزين يا جماعة نشكر شركة المتحدة وعلى تبرعها بأرباح الحفلات المهرجان لصالح حياة كريمة. عايزين نسمع لهم تحية كبيرة جدا جدا جدا. ديك مقامك أو مكانك محفوظ من زمان. أيوة يا عيني قول لي انت باللي انت شايفه ده تقول ايه؟ اللي انت شايفه في العالمين، انا مش بكلمك بس على النجوم الكبار المتألقين، اكبر الاسماء والمعها من العالم العربي كله، مش بس مصر وهم متألقين في العالمين، لا انا بكلمك على كله على بعض المشهد زي ما يقولك كده على امتداده.